بديابكم يا رجال البلاد وداخلين بالتسليم وخارجين بالتسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم في مدينة السعيدية جمعية أولاد منصور تنظم الاحتفال السنوي الوعدة بحضور كبار المسؤولين وآلاف من الزوار من مختلف المناطق الشرقية من داخل المغرب وخارجه. بحضور كبار المسؤولين وعلى رأسهم عامل إقليم بركان محمد علي أحبوها ورئيس جماعة تسعيدية والبرلماني عن حزب الاستقلال بإقليم بركان وباشا مدينة تسعيدية ومدير منطقة أمن السعيدية ورجال السلطة ومنتخبي المدينة وفعالياتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحشد كبير من المواطنين والزائرين. نظمت جمعية وعدة أولاد منصور الموسم السنوي الوعدة وذلك أيام 16 و17 أكتوبر 2022 بمدينة السعيدية في أجواء احتفالية وتنظيم في المستوى. المناسبة من الجمعية المنظمة التي يترأسها محمد عزوز الذي قدم شكره الخالص وتقديره لجميع أعضاء المكتب المسير واللجنة المنظمة على تفانيهم في إنجاح وعدة أولاد منصور. وفي كلمة له بالمناسبة عبر النائب الأول لرئيس جماعة تسعيدية حسن بن مؤمن عن مشاعر الفخر والاعتزاز بتقاليد وعادات أولاد منصور التي يتم توارثها جيلا عن جيل، موضحا في تصريح إعلامي أن تنظيم الوعد خلال هذه السنة تم خلاله تنظيم حفل ختان جماعي مجانا لسبعون طفلا من ساكنة مدينة السعيدية، بالإضافة إلى تقديم أكثر من 90 طابق كسكس محلي، كما أشار إلى مشاركة 14 فرقة خيالة لأول مرة من مختلف القبائل بجهة الشرق، مرحبا بجميع المواطنين بالسعيدية وزوار المدينة من داخل المغرب وخارجه الذين توافدوا هذه السنة من جميع المناطق الشرقية للمملكة وذلك قصد إحياء صلة الرحم بين القبائل وإحياء تراث الآباء والأجداد. وعرفت الوعدة هذه السنة حضورا كبيرا للمواطنين وهو ما ضاعف جهود أعضاء الجمعية المنظمة ومنتخبي جماعة تسعيدية وعلى رأسهم المستشار عبد القادر بن مؤمن الذي كان عنصر فاعل في تنظيم هذا الاحتفال السنوي بإحياء تقاليد وعادات وتراث الآباء والأجداد. وتتميز وعدة أولاد منصور عن باقي الفعاليات التي تنظم بمختلف الجماعات بأنشطة دينية واجتماعية وثقافية، فبالإضافة إلى حفل الختان الجماعي الذي يعد مناسبة اجتماعية تدخل الفرح والسرور على الساكنة. تعرف المنطقة بتقديم الكسكس المغربي بطريقة قبيلة أولاد منصور حيث يتم تقديمه بالعسل والبيض والحلويات، هذا فضلا عن الاستعراضات لفن تبوريدة ولوحات فولكلورية لفن الرقاد المعروف في المنطقة بمشاركة مجموعة الشيخ السيمو البركاني. وقد اختتمت هذه الفعاليات بقراءة الفاتحة والدعاء الصالح لعاهل البلاد جلالة الملك محمد السادس نصره الله. إذا كنت أول مرة تزور القناة لا تنسى الاشتراك والضغط على الزر ليصلك كل جديد. يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ومولانا أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس، اللهم انصره نصرا عزيزا، اللهم انصره نصرا عزيزا، اللهم انصره وانصر عليه، اللهم انصره وانصر يديه. في الغبان والعلية ربي هو الراكب على الدرجات هو الدليل العلم بالخفية اللي مليح مليح يستاهل الشعات واللي يشكر الدنيا داك الأرزية هذه كبرى وزيخة غاشي كابو يا وغاشي بركان وسبحان الله.